حماده ما تصحيش عليه، ما يصحش يا ايناس، احنا مش عايزينه يشك في حاجه. طب انتي ما بترديش على مقموص عشان شفتيه مع الرقاصه، انما انا بقى ما بردش عليه ليه؟ خلاص ردي شوفيه عاوز ايه. الو، ازيك يا حماده؟ لا ايناس روحت ونام. ما هي ليها حق يا حماده، بتغير عليك يعني، انت عايزها تشوفك والرقاصه عماله تتدلع عليك وتسكت؟ هي لو مش بتحبك كانت عدت الحكايه، انما علشان بتموت فيك كان لازم تغير. ايه؟ لا ابدا، اصل عندي عمال في الشقه، بفتح حيطه كده يعني عشان اوسع التراس. لا انا بكره هكلم الناس واصالحكوا على بعض، هخليها تطلب. ايه انت جاي بكره؟ في طيارة كام؟ طب يا حمادة ضروري تكلمني قبل ما تيجي. ها باي باي. جاي بكره، يبقى احنا لازم نخلص كل حاجة دلوقتي. يلا يا جماعة. حضرتك بره يا مدام ايناس. طب ما تخلي الرجالة يعلقوها. بصي عليها الأول. أنا جاية معاك. لو سمحت. أمر يا فندم. بكام الدبدوب ده؟ ده حضرتك 200 جنيه. يا عم انت فاكرني صحيح؟ انا ابن كار. انا حماده عزب، صاحب محل حماده تويز لعب الاطفال. اهلا بحضرتك حماده بيه. انا هاخد الدبدوب ده، بس هتحط لي عليه بقى القلب ده وتكتب لي عليه حاجه. اتفضل تكتب ايه عليه؟ بحبك يا ايناس. ربنا يخليها لك بنتك. مراتي بس بصالحها. مبروك يا أنوسة، انت كده بقيتي صاحبة توكيل وومن براند العالمية. ربنا سهلها قوي، حتى تصاريح تغيير النشاط والإجراءات كلها خلصت بسرعة. قولي لي يا إيناس، انت مش قلقانة من رد فعل حمادة لما يرجع يلاقي المحل بتاعه اختفى؟ أنا مرتبة كل حاجة كويس. لو سمحت، الهدوم اللي كانت في اللندن طلعت السويت؟ طلعت. طيب هتصحوني بكرة الساعة 9 عشان أمبارح. هو ساعتك مش تعمل تشيك أوت بكرة؟ قعد شوية. لا هتعمل تشيك اوت بكره، هتسيب الاوتيل. لو سمحت يا حسام، انت دلوقتي اللي بتقوله شكلي، انا ما كلمتكش. حسام ايه ده؟ في حساب السويت انا بيه. ومين قال لك تاخده منه حساب السويت؟ انا قلت ان انا مش هدفع. اسمع بقى، انا لولا ماما نونا كلمتني علشان ادفع لك الحساب، انا كنت سبتهم يبهدلوك هنا. انت لازم ترجع مصر، انت فاهم؟ انا مش ناقص فضايح اكتر من كده. اوعى تفتكر انك بتبقشش عليا، فلوسك دي هتاخدها على داير مليم اول ما نرجع مصر، وانا ليا كلام تاني مع ماما نونا اللي حطيتني في الموقف المحرج ده، تكلمك انت بالذات. انت فين يا راجل انت؟ من ساعة ما شفتني برقص في الديسكو وانت خدت ديلك في سنك وجنيه. ومين اللي كانت معاك دي بقى؟ كانت بتبص لي هتاكلني، شكلها كده جوازة جديدة. اهلا حمدية. هنا حمدية ايه يا راجل؟ انا هنا اسمي سارة. سارة اسمع، هحجز لك ترابيزه النهارده على البيست، لازم تيجي يا حماده. مين دي كمان؟ دي حمليه هنا. ساره هنا معرفه قديمه. معرفه؟ انت باين عليك زي العرسه بتاكل وتنسى. البي ده جوزي. جوزك؟ لا كنت جوزها، دلوقتي خلاص سبتها. وانت مالك بتقولها وانت خايف كده ليه؟ ما عرفتنيش بالاستاذ. ده ابني النقيب حسام عز وامن دولي. ومال ابنك طالع حامي قوي كده ليه؟ اسمع، انت هتعمل تشيك اوت دلوقتي، انا هحجز لك في اول طياره طالعه مصر. حماده قومي يا حلو. يا ماما. لا يا حبيبتي انا وصلت خلاص، انا في مصر دلوقتي. زي ما هو اللي دفع لي حساب الاوتيل، بس لازم نرجعهم له على طول. ايوه يا ابني، بس ده ممكن يعايرني، انا ما قبلتش كده. ولا انت كمان. حاضر يا حبيبتي، هكلمك تاني.
يلا مع السلامة. يا جيجي. ايوه انا خلاص وصلت مصر. بقول لك ايه؟ هو تقولي ايناس انا عاملها لها مفاجأة. هي كمان عامله لك مفاجأة. يلا مستنيينك في المحل. باي. ربنا يستر. ربع ساعة وهيكون هنا وكل حاجة هتبان. ايه مالك؟ انت مالك باردة كده ليه؟ المفروض تكوني قلقانة. ولا ليه؟ المحل بتاعي بوسعه وبوضبه. حد شريكي. يا خرابي يا حمادة مش عارفة هيعمل ايه. يخبط راسه في الحيط. اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. نقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. الحقني اوامي الحقني. الله يحفظك يا استاذ. ده انت مزاجك عالي قوي قوي. بتسرقيني يا ناس؟ انا ما سرقتكش. انا قايله لك قبل كده اني هعمل كده وانا رفضت وقلت لك لا. حماده انت مش من حقك تهبل او ترفض. انا هوديكي في 60 داهيه. انا هبلغ البوليس دلوقتي يقبض عليك. يا حراميه يا نصابه. اتفضل بلغ البوليس. قول لهم صاحبه المحل اخذت محلها. شيشي انت بتفهمي في القانون كويس. لما واحده يبقى عندها محلين وتفتحهم على بعض كده يعتبر جريمه. طب انا هستأذن بقى يا جماعه، دي مساله عائليه وما يصحش ابقى موجوده فيها. يعني ما كلمتش البوليس؟ هو انا مش حراميه ونصابه ومجرمه؟ ساكت ليه؟ انا ما بعتلكيش المحل يا ناس. انت كدابه وخاينه. غير عصبيه بس قلبك ابيض. ادي صوره من عقد بيع المحل اللي انت ماضيهولي وبتسجل في الشهر. احنا عملنا ده عشان موضوع الضرايب وصفة مؤقتة. يعني انا دفعت لك الضرايب وانت اديتني المحل. محل زي ده في المعادي بمليون ومئتين الف بس يا نصابة. انا منكرش ان خدته لقطة. البزنس كده. يبقى انت بقى اللي مخططة الحكاية من الاول وانت اللي قلبت عليا الضرايب. ده حق الدولة يا حمادة. انت كمان مش عايز تدفع حق الدولة وبتقول عليا انا اللي نصابة. تمام. المحل ده لازم يرجع يا ناس والا مش هيحصل لك كويس. انا بقول لك اهو. انت بتطالب بايه؟ انت مالكش اي حاجه هنا. وطي صوتك عشان في زباين جوه. الموضوع ده ما ينفعش نتكلم فيه هنا. نتكلم فيه في البيت على رواق. بيت؟ انا هي بيت ده؟ انا لا يمكن اقعد معاك دقيقه واحده بعد اللي عملتيه ده. والله انت حر. لكن لازم تعرف انك هتلف تلف وفي الاخر هترجع. ارجع لك انت؟ انا نام في الشارع على الرصيف مع الكلاب ولا ان ارجع لك انت. الظاهر ان هو ده اللي هيحصل فعلا يا حماد. مش هتلاقي في الشارع. انت طالق؟ هدومك وحاجتك انا لميتهم لك مع بضاعه المحل في المخزن. تقدر تروح تاخدهم. انا اصلي مجهزهم لك من امبارح. باي حماد. ماما حمادة طلعتها النصابة المجرمة. اهدى اهدى يا ابني عشان خاطري. فداك 60 محل وهي ربنا هينتقم منها في عينها وعافيتها. انا يضحك عليا وانا في السن ده يا ماما. وزيد كان فين وهي بتسرق اليافطة وبتسرق المحل؟ حمار
ضحكت عليها قالت له انها متوضة بالمحل عشان تعمل لي مفاجآت. جاتك خيبة يا سيد. ما انا ما سكتنيش، انا بهدلته. خلاص يا حبيبي خلاص، في 60 داهية المحل، المهم انت دلوقتي لو حصل لك الله لا يقدر حاجة ابقى انا اعمل ايه؟ بس يبقى كويس اعمل ايه بس يا حمادة؟ يلا يا حبيبي. على فين يا ماما؟ على بيتك. وانا ليه بيت؟ مالكش بيت ازاي بس؟ يعني اجي معاك عشان نوال كل شوية تهزق فيا؟ تهزق فيك؟ معاش اللي يهزقك ولا يمسك بكلمة طول ما انا عايشة في الدنيا. يلا يا حبيبي يلا، هنقف بقى نفرج الناس علينا كده. معلش يا ماما، انا اول ما حصل اللي حصل ما كنتش عارف اعمل ايه، عشان كده اتصلت بيك على طول. ايوه حبيبي لازم تكلمني، انت ليك حد في الدنيا غيري يا حماده. طب يلا حبيبتي يلا روح انت بقى. ايه اروح واسيبك؟ انت بتقول ايه؟